لا انتوا تشوفوا حل في الصوت، تعالوا بقى ايه يعني ظبطوا لي الدنيا لان صوتكم بعيد قوي يا روح قلبي. نزلوا مقادير الطاجن معانا، طاجن السجق بصوا خلاص بقت زي المعجون زي ما اتفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا هضيف الملح والفلفل، هنا ممكن احط بس شويه الفلفل الحار دول مع السجق. والفلفل الرومي والمقادير هتنزل قدام حضراتكم حالا. معانا بقى كيلو سجق او نص كيلو على حسب ما حضراتكم تحبوا، وعندي ثلاثة بصلة متقطعين جوليان او بصلتين كبار، وفلفل رومي متقطع زي ما انتم تحبوا، واخد طبعا رشة ملح وفلفل، وعندي طماطم او اربع طماطمات او طماطمتين على حسب، رشة فلفل. وما تنسوش ان انا هنا هنزل بقى حطيت فلفل حار حلقات كده لطيفة لانه بيحلى بيها الفلفل الحار او شطة زي ما تحبوا. تمام. ومعانا كمان الباقي بقى البهارات، معانا بابريكا وبهارات السجق اللي احنا هتشوفوها في الحلقة بتاعتنا اللي عملناها، رشة من الكسبرة الجافة. شوفوا هو مش بيحتاج حاجات كتير لكن بيدي تيست وطعم، احنا لو بهرناه كويس في الاساس واحنا بنعمله هيطلع ان شاء الله مع حضراتكم ممتاز. يعني قول يا روحي. طيب ماشي. والطماطم هناخد كده تقليبه حلوه، هنسيبه بقى شويه. هعمل كالاتي، عارفين هعمل ايه؟ هديله تقليبة حلوة وبعدين معلقة صلصة وشوية مية صغيرين وهسيبه بقى. هسيبه ياخد ويدي مع بعض. طيب ناخد كده معلقة من الصلصة. وإيه هنقلب تقليبة حلوة. كده. وهناخد شوية مية. بسم الله. وهنسيب القمر ده ياخد ويدي مع بعض. اهو. وبعدين هنشتغل احنا بقى في اللي هيتعمل بالفراخ، السجق اللي بالفراخ اللي اتفقنا عليه. هنعلي النار بقى عشان ياخد ويدي معاك. تعالوا بقى هنا ننزل الخليط الحلو ده بتاع اللي احنا ضربناه هنا في بولة، ريحته تحفة. عايزة اقول لكم برضو الدبس الفلفلة والفلفل المفروم ده او الهريسة بيدي ريحة وطعم، ريحة روعة بتعتمد على التوابل فعلا. هناخد بقى كده الجلافز نشكل بس شكل واحد. لا عشان بس يبقى شايف احنا هنشكله ازاي. بصوا كده. طيب ماشي خلاص تعالوا. انا هسيبه زي ما هو، مش هضيف عليه اي حاجة غير شوية المية اللي قلت لحضراتكم عليها. وبعدين هستناكم بعد الاستراحة هنكمل التشكيل لكن من غير الهانك، ونعمل كمان واحد بالهانك لأصدقائنا اللي لسه منضمين لينا عشان نوريهم احنا حشينا ازاي بالهانك. هستسمح حضراتكم في استراحة ونرجع نستكمل السجق اللي هنعمله بالفراخ. في انتظاركم.